أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح عن وجود سلف هائلة غير مطفأة للوزارات بمبلغ 150 تريليون دينار تحول دون إنجاز الحسابات الختامية. وقال صالح إن المعوقات التي تحول دون إجراء الحسابات الختامية تتمثل بعدم وجود موازنات واقتراض الوزارات لسلف مبالغ هائلة لم يتم إطفاؤها حتى الآن تتعدى 150 تريليون دينار عراقي. أضاف أن إجراء الحساب الختامي يشترط وجود موازنة عامة للدولة، مشيرا إلى أن إعداد الحسابات الختامية يتطلب أن يكون بشكل متعاقب. تستعد محافظة أربيل العراقية لاستقبال أعداد كبيرة من السائحين بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، في الوقت الذي شهدت المحافظة فيه ارتفاعاً بنسبة السائحين خلال النصف الأول من العام الجاري. ووجه محافظ أربيل أميد خوشناو بمؤتمر صحفي بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدخول واستقبال السياح وضمان فتح المرافق السياحية والمطاعم بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك والعطلة الصيفية. وأعلنت الوزارة السياحة والبلديات في كردستان العراق ارتفاع نسبة السائحين القادمين إلى أربيل خلال النصف الأول من عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ 15% عن العام الماضي. بلغت مبيعات البنك المركزي من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر حزيران الماضي أكثر من 5 مليارات دولار. وباع البنك المركزي خلال شهر حزيران الماضي في الأيام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 5,300,417,675 دولارا، وبمعدل 240,928,076 دولارا يوميا، مرتفعا عن شهر آيار الماضي. وجاء الارتفاع في مبيعات البنك المركزي نتيجة تجاوز مبيعاته من الدولار لأكثر من 250 مليون دولار يوميا مع الربع الأخير من الشهر، وذهبت معظم هذه المبيعات على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية. أعلنت غرفة تجارة عمان أن العراق جاء بالمرتبة الأولى بأكثر الدول استيرادا منها خلال النصف الأول من عام 2022. وأقالت الغرفة أن صادرات تجارة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بلغت 424 مليون دينار مقابل 310 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت غرفة تجارة عمان أن الصادرات توزعت من حيث قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي على العراق بقيمة نحو 97 مليون دينار، ثم جاءت مصر والسعودية ودولة الإمارات ثم الهند على التوالي. خفضت وكالة فيتش لتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن الديون السيادية بسبب مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية واحتمال حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد. وأكدت وكالة فيتش التي تراقب عن كثب أكثر من 100 دولة حول العالم أن الحرب في أوكرانيا تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات، وهي مشكلات تضر الآن بظروف الائتمان السيادي. ويبلغ عدد البلدان في قائمة الدول المتخلفة عن السداد أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك هي 17 بلدا منها تونس ولبنان، وهو مستوى قياسي. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.